فقرة جديدة من برنامج سكوب مشاهدينا عم بنقلكم إياها من الاستوديو لأرابز جوت تالنت، لأنه هالأسبوع نحن عم نحتفل بالبيج فاينالست السوبر ستارز للبرنامج الـ 12 فاينالست. أنا هلا مع إكس ويلز. كيفكم شباب؟ تمام الحمد لله. طب كيف فينا نعرف حسن من حسين؟ عادة السوالف ما هيك؟ لا لا قصينا خلينا زي بعض. قصيتون. لكن شو الميثود؟ في هنا شخطنا بالسود جام جا سوى باك فليب طاح على وجهه هنا. هيدي صارت مع باك فليب. لا انتبهوا شباب. اوكي انا كوساي خبرني انه بس كنتوا كلكم سوا بالطياره وصلتوا على السعوديه وكان لكم استقبال لا ينسى صحيح؟ طبعا مره عاد الشباب ما قصروا الجروب والاهل الحمد لله ما قصروا دخلونا يعني استقبال مره متفاجئ الحمد لله. يعني بتعتبروا انه تغيرت حياتكم لانه اشتركتوا بArabs Got Talent؟ يعني شيء تغير يعني شيء من 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 الاي لين الزت يعني ما لنا عارفين انه خلاص فجاه كده تغيرت الحياه الحمد لله. بس طب خبرونا شو عن حياتكم اليوميه، انتم بتروحوا على المدرسه بتروحوا على الجامعه، شو بيصير بحياتكم يلي شيء ما بنعرفه عبر Arabs Got Talent؟ هي تقريبا طبعا انا عندي تطبيق في شركه الخطوط واخوي يداوم في سكول والحمد لله انا طلعت بعد الدوام على طول البس وعاد لسه ما اروح البيت على طول مع التوب وهذا على طول البس وعلى طول على البحر اروح العب سكيت. شو بتحبوا اكثر شيء باللي بتعملوه؟ اي شيء اي لعبه فيها نشاط اصلا احنا نحب نروح ندخل فيها لانه دخلنا في عده مواهب كثير انا واخويا. دخلنا بالتمثيل متنا وفي الرسم وفي الكوره وفي الطايره في اي شيء حتى باركورد كنا نلعبها نحن الوحيدين الثلاث انا واخويا وعبد الله الزهراني كنا يوميا باركورد ننط نسوي اي شيء جناني يعني شيء من ما حد يسواه عشان نحب نكون نحن المميزين. وين بتشوفوا حالكم بعد 10 سنين؟ انا حاب اني ما اوقف السكيت يعني ان شاء الله حتى عيالي اعلمهم السكيت وان شاء الله نوصل لابطال العالم يا رب. هذا اللي انا امنيتنا انه نحقق وانا وعدت ان شاء الله بطل المملكه كيم سون جون بطل العالم كيم سون جون قلت له انا حيجي يوم حاخذ منك اللقب حق بطل العالم. رقم 10